أني بكرة لازم أفوت على فرانسيس. أنا مش عارفة هعمل إيه بعد كده. إن شاء الله بكرة يوم جديد ويوم كويس. شمس شمس أنا نسيته خالص. هقول كل ده حبيبي يا شمس. خلاويص انتوا فين؟ شمس يا شمس اعملوا اي صوت عشان اعرف انتوا فين. انا مش سامعه حاجه. شمس يا شمس بسرعة. أنا عارفة إني تأخرت عليكي، ده المبلغ اللي تدبره. معلش متشكرة ليكي خالص. المهم إن أنت وحشتينا قوي. أنتوا كمان وحشتوني قوي. طمنيني الأولاد عاملين إيه؟ وشمس، شمس أخباره إيه؟ ابعتي لي الطفل شمس من فضلك. صدق إن أنت فيكي شيء لله إن الولد كان تعبان جدا. ليه هو ماله؟ كان تعبان بقاله كام يوم والدكتورة بتديله حقنة فيتامين وهيجيبهولك حالا. حبيبي فيتامينات إيه؟ تعبان عنده إيه؟ الولد نفسيته تعبانة، ما بياكلش وعنده أنيميا وحاله مش مظبوط. ماما جت. حبيبي سلامتك يا شمس. سلامتك وحشتني قوي يا حبيبي. إزيك؟ تعالى اقعد طمني عليك. سلامتك. بيقولوا ان انت تعبان وما بتاكلش، ليه كده؟ انا قلت ان انت نسيتيني. انا انسى شمس حبيبي ابدا لا يمكن. بس معلش سامحني غصب عني، كان عندي حاجات كتير وكان لازم اخلصها. وانت هتقعدي معايا هنا صح؟ بس على فكره يا شمس، ماما شمس زعلانه منك جدا. ليه زعلتي؟ انا زعلت عشان انا سامعه ان انت مش بتاكل كويس وصحتك مش كويسه، مش واخد بالك من نفسك. اصل في حقن والدكاتره بيدونا حقن وانا بالذات بخاف من الحقن. يا راجل انت راجل، في حد يخاف من الحقن برضو؟ لا احنا بناخد الحقن دي عشان احنا ما بناكلش اكلنا كله. بس انت لو كلت بقى وخلصنا الطبق بتاعنا كله مش هناخد حقن. هنبقى قوية كده بالاكل بس. طب ايه رايك تيجي تقعدي معايا هنا؟ انا عندي السرير بتاعي كبير، ممكن اديكي نص اكل. تديني نص اكلك؟ لا لكن اقعد معاك ممكن، عشان انت لازم تاكل الاكل كله عشان تبقى قوي. عارف لو جيت المره الجايه ولقيت صحتك كويسه هعملك مفاجاه هايله. خلاص توعدني؟ اوعدك. طيب يا شمس روح بقى كل عشان تفرح ماما شمس وتعرفها انك شاطر وبتسمع الكلام. هتحطني بقى. يلا كل كويس عشان خاطري. ها
واسمع الكلام. هو مش ممكن مثلا لو ينفع يجي يقعد معايا كام يوم؟ ممكن، الولد فعلا متعلق بيكي وده يحسن من نفسيته ويخلي شفاءه اسرع. انت عارفه ان ده تصرف غير قانوني، بس في شغلنا لازم نغلب الجانب الانساني، وانا هتحمل نتيجه قراري. ربنا يخليكي، انت انسانيتك عاليه جدا. لو ممكن بس ان شاء الله قبل ما صحته تبقى كويسه انا كمان احضر نفسي واقول كمان للاولاد في البيت. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. مش عارفه اقول لك ايه، وباقي الاولاد كويسين؟ اكيد. انا اسفه، ثانيه واحده. الو، اهلا ناهد، اخبارك ايه؟ لا مش معقول، لما تقوليليش انا مش مصدقه نفسي. وافق ان انا اكمل دراستي بجد؟ انا مش مصدقه وداني بعد السنين دي كلها، يعني مواد الترم اللي فاضل لي بس. اه مش معقول، ربنا يخليكي يا ناهد، بجد بجد تستاهلي بوسه كبيره على الخبر الحلو ده.